بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهنيه بمناسبة الذكرى 7 لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا سموه رعاه الله بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهد سموه من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة المسيرة التنموية في البلد الشقيق، وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادة سموه.